عليكم السلام. مرحبا استاذ احمد، بس بغينا نعرف وش التخطيط اللي مخططينه حق تونا. واصلين من مدينه إنسبورن، احنا الحين في لندن عند الهايد بارك. بيتم توزيع الطلاب على المشرفين، كل مشرف ياخذ الاربع طلاب وبنتوزع على حسب الاماكن. عندنا ممكن نروح لندن ايز او هارودز، طبعا الخط الاساسيه فيها هارودز، بس بالنسبه لمتحف الشمع او اللي هي مدام توسو ممكن يروحون لندن ايز، اجور رود للي يبي يروح حسب طلب الطلاب اللي مع المشرف، وتوزعون ان شاء الله. وبكون الموعد هني المغرب طبعا الساعه 6 بالضبط، كلهم يجمعون هني وربنا يوفق. واذا في اماكن ثانيه هم حابين يروحون، في بعض المتاحف اللي هي مجانا ممكن نروح، او اذا في شيء ممكن تحملها الجمعيه ونوديهم ان شاء الله حسب طلبهم. احنا طبعا اليوم عندنا في لندن، وبكره عندنا في الثور بارك، يعني اخر يومين حق استمتع، وبعدين تبدا الدراسه والامتحانات. ما اعتقد في فرصه للاستمتع، طبعا ضغطنا عليهم هاليومين على اساس انه نوصل اقصى حد استمتع، وربنا ييسر وان شاء الله يستانسون. واشكر الجميع وما قصرت. هذا حق في البحيرة وكذا القارب ويا البر. السلام عليكم، معكم الطالب عبد العزيز من المرحلة الإعدادية، واليوم احنا رايحين في الحديقة قاعدين في اسمه في الطراد الأزرق ما شاء الله، ويا البط والجو المغيم صراحة والله مستمتعين. وبعد إن شاء الله أول ما نخلص بنروح نتعشى، والله كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الأستاذ معين حمود اليافعي، حاليا في الهايد بارك الحمد لله رب العالمين. اليوم وصلنا لندن وتوزعنا الأربع مشرفين، كل مشرف خذ له أربع طلاب، ورحنا هارودز ورحنا أجور رود وودينا بعض الطلاب السلفرج، والحمد لله كانت رحلة موفقة. يعطيكم العافية. خمسة، واحنا الحين في يوم السبت ورايحين لندن، ورايحين متوزعين اربع مجموعات، ورايحين راجعين من هارودز، واحنا رحنا مجموعات ثانية ورايحين راجعين. بس شوفوا بعد. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحين خلصنا، جمعنا الطلاب وركبين الباص وبنمشي من لندن متجهين لمدينة إيسبورن. كانت رحلة حلوة جدا، والتوزيع كان اوكي، والطلاب ممتازين في الحركة في الانتظام في كل شيء، الامور تغدوا واستانسوا لان اخر يوم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. وين رحت اليوم؟ والله رحنا كل مكان، رحنا شارع اجور رود وسلفريج ورجعنا الهايد بارك، ورحنا ثاني مرة هارودز، يعني تشاروا المحلات اللي حوالين هارودز والمطاعم راحوا. شكرا للجميع. هلا هلا. رايكم الثاني؟ والله زينة والحمد لله، وإن شاء الله المشرفين ما يقصروا معنا في شيء. رايكم الثاني؟ يعني صراحة والله ودونا موكب مويد، ودونا الألباب، ودونا صبر عندناي، ودونا هارودز اللي نبي. إيش رايك الجو؟ قد إيش أحسن ولا القطع؟ والله خبرني في الدوحة كلها حر. قلنا إني لندن هني برد شوي بس. يعني الجو هذي طبيعي ولا في لون طبيعي؟ كلها أحسن. أنا أحسن. أنا شيء كل شيء أحبه
احنا في الدوحة تمر عليك وحنا كلا غوص. احنا وين الحين؟ احنا والله شو اسمه في المسجد، اكبر مسجد في لندن، ما شاء الله يعني عود وفي نجوم يعني وفي عود. رحت الهايد بارك؟ احنا لا الهايد بارك ومشينا ورحنا ورحنا وقت وعد وايد ما اقدر اوصف. مثل هارتس، مثل هارتس ولندناي وصوب شو اسمه سات اجورود شعر شعر العرب. احنا ما فيهم. علي ايش رايك؟ ايش رايك يا علي بالرحلة؟ والله في الرحلة مستانسين الحمد لله، بس ما نقدر نقوم عدل الصبح، هاي المشكلة.